مرحبا بك مرة أخرى معنا هنا في الاستوديو. أهلا. تردد مؤخرا كثيرا اسم أو من فترة اسم أبين، محافظة أبين الجنوبية، في وقوع هذه المصادمات. لماذا أبين؟ كل المحافظات الجنوبية والشرقية أصبحت الآن جزء من عملية المواجهة مع الحكم من أجل تعديل الأوضاع في الجنوب لمصلحة المواطنين. يعني أنت تعلم أن التركيبة الإنسانية لأبين بما يعرف عنها أنهم البدو المزارعين تختلف عن حضرموت التجار والمثقفين وعدن أبناء المدينة المسيسين والضالع ولحج وردفان ويافع اللي هم الجباليين المقاتلين. أصبح كل هذه الجماعات منصهرة في شكل احتجاجي مسيس للأسف الشديد طابعه العنف، بسبب أن الدولة لا تعترف بالحوار السياسي وتحاول فرض حل أمني أو عسكري على أي صراع أو أي مطالب في مواجهة أي مطالب. ولكن هؤلاء الذين يدعون بالانفصال يقولون بأن يعني محاولتهم للانفصال تتخذ طابعا سلميا، وأن الدولة هي من يلصق بهم التهم من أنهم يلجون إلى العنف. هذا صحيح، ولعل آخر ما يمكن أن يقال في هذا الشأن هو محاولة اتهام الحراك الجنوبي بأنه قاعدة، ومحاولة القول بأن علي صالح اليافعي الذي قتل في أبين كان يورد السلاح للقاعدة وهو تاجر سلاح، وكأن تجارة السلاح مشروعة في الشمال وغير مشروعة في الجنوب، لأن هذا يتفق مع ما تريده الدولة. النقطة الأساسية في هذا السياق هو أن هناك محاولة لتجريم الجنوبيين من أجل عدم التجاوب مع مطالبهم، وفي هذا السياق يجب أن تقال أنه ذلك يشير إلى أن الحكومة اليمنية ليست جادة في الالتزام بما تعهدت به في اجتماع لندن الأخير واجتماع الرياض بشأن المعالجة السياسية للمشكلات من أجل تحسين الأوضاع وتهيئتها للحصول على المزيد من المعونات وتوجيهها التوجيه الصحيح. ولكن هناك من يقول بينما يعني يتجه العالم لمساعدة الحكومة اليمنية، يعني لا ينظرون إلى أولئك الذين يطالبون بما يسموه الانفصال وما إلى ذلك. يعني من الذي يسمع لهؤلاء إذا كان العالم يتجه لمساعدة الحكومة اليمنية؟ من الذي يسمع لهؤلاء؟ هو الاتجاه لمساعدة الحكومة اليمنية بينطلق من اعتقاد سائد بأنه إذا لم تكن هناك حكومة يمنية أو هذه الحكومة على وجه التحديد فسينهار الوضع في اليمن تماما، وهناك رغبة في الاحتفاظ بأي سلطة حتى وإن كانت هذه السلطة غير مقبولة للخارج، سواء في منطقة الخليج أو في على الصعيد الدولي، من أجل تفادي انهيار الأوضاع في اليمن. لكن يعني أعتقد أن هناك آلية الآن للضغط على الحكومة اليمنية من أجل القبول بإصلاحات. يعني مؤتمر الرياض كان مهذبا في القول أن هناك تحديات تواجه اليمن وأن هناك صعوبات مؤسسية، لكن بعيدا عن هذه اللهجة الدبلوماسية يعني هناك إقرار بأن القدرة الاستيعابية على للمعونات وتوجيهها للمشروعات يرجع إلى الفساد، ويرجع إلى أن المؤسسات غير مؤهلة أو غير موجودة على الإطلاق، وأن الرؤية العامة لعملية التنمية غير موجودة، وأنه ليست هناك مصداقية لدى الحكومة اليمنية في توجيه الأموال إلى الأغراض المخصصة لها. حسنا، عبد الله حمودة الخبير في الشؤون اليمنية، شكرا لك. شكرا جزيلا. قال ضاحي خلفان قائد شرطة